وبركاته. معكم الدكتور علي بن محسن الشويش، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وقسم الثقافة الإسلامية كلية الشريعة. الحقيقة أني حضرت دورة تدريبية، دورة إدارة المشاريع الاحترافية BMB للدكتور محمد العامري خلال الستة أيام الماضية، والحقيقة أني يعني حضرت دورات متعددة، لكن والله ما وجدت يعني مثل هذه الدورة في غزارة المادة العلمية والمهارة التي يمتلكها الدكتور محمد العامري في تبسيط المعلومة وإيصالها إلى المتدربين، فاستفدت استفادة كبيرة جدا سواء من المادة العلمية والمعرفية أو من المهارات التدريبية، وحقيقة يعني أنا أعتبرها دورة موفقة جدا، ويعني حظي كبير جدا بالدكتور محمد أنني حضرت له مثل هذه الدورة، وأتمنى من كل من يفكر بأخذ دورة تدريبية وخاصة في BMB أو دورة مؤشرات الأداء أو أي دورة تدريبية في تطوير مهاراته أو تطوير الأداء في شركته أو مؤسسته أن يسجل في مثل هذه الدورات، فهي بحق يعني دورات ثرية وسيستفيد منها المتدرب. أسأل الله جل وعلا موفق الدكتور محمد العامري في هذه الدورات التدريبية وأن يوفق فريق العمل معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.